مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في تعليقنا على مسلسل بلاك ميرور. اليوم بدنا نحكي عن السيزون الرابع، الحلقة السادسة، اسمها بلاك موزيوم او متحف التاريخ الاسود او السود. بتكلم عن سيدة بتروح في نص الصحراء على هذا البلاك موزيوم. هذا بكون صاحب هذا المتحف عامله في منطقة زي ما انتم شايفين خالية هيك، بيجي عليها سياح بيشوفوها. طبعا الشخص هذا بكون اشتغل سايكولوجيست في عدة مؤسسات حكومية، منها الاف بي اي والسي اي اي، وعمل شغلات كتير. كل هاي الشغلات يعني لها قصص بحكيها للبنت هاي. طبعا هذا الاول شيء اللي هو القبعة هاي بتسوي شغلات. هلا حورجيكم اياها. اذا واحد بلبسها ممكن يدخل في عقلية شخص، حتى لو انه عقلية شخص اخر. هذا الدكتور قرر انه يستخدم هذه القبعة عشان يشعر بشعور المرضى تبعونه، ويعرف بدون ما يسألهم شو مشاكلهم. طبعا بصير الطبيب هذا يشعر في آلام جسدية، بصير شخص غير طبيعي، بصير يعني بحالة سيئة جدا، لأنه بصير بده إشي يغذي الآلام اللي بتشعر فيه، بطل يعني بصير عنده مستوى الآلام عالي. ففي النهاية بقتل، يعني زي ما انتم شايفين بحاول انه يشطب حاله، يقتل حاله، يجرح حاله عشان يشعر في ألم، لأنه خلص تعود على الألم اللي كان يشوفه كل يوم من المرضى تبعونه. في النهاية آخر شيء طبعا بموت الطبيب هذا، وبتنتهي التجربة هاي اللي كان يسويها هذا النيروسايكولوجيست. هو تخصصه أعصاب وعلم أعصاب، يعني ممكن يستفاد منها. القصة الثانية اللي هي القصة هاي عن طريق الجهاز، طبعا كلهم بكون فيهم ناس سود عشان هيك نحط القصة. انه هذا الرجل توفت زوجته، كان يحبها كتير وعندهم ولد، فقبل ما الحياة تموت نهائيا النيروسايكولوجيست هذا بقول له انا بقدر اخذ خزعة من دماغ زوجتك وحطها في دماغك، فبتصير هي تشوف كل اشي انت بتشوفه، بتصير انت تحكي معها، بتصير هي عايشة معك، بتقدر تطفيها وتضويها عن طريق الجهاز اللي موجود غاد، وانتهى الموضوع اذا ما بدك اياها تشوف. فبتشعر نفس المشاعر تبعتك، انت بتشعر معها، بتعيش حياتك معها اذا انت بتحبها. طبعا القصة انه بوافق، وفعلا بصير يشوف، بتشوف بنته وكل شيء زي ما انت شايف هون. بعدين بتصير هي تضايقه، بتقول له لا ما تسويش هيك، لما تدخل الحمام غسل ايديك. فزي ما انت شايف هي جوا عقله الباطني. وبعدين بصير يحب جارتهم، فبسكر الجهاز، لكن بعد فترة بشفق عليها، بشيل الخزعة هذه او هاي، وبحطها في الدب هذا عشان يعطيها لبنته، وتقدر بنته تشوف وتعيش مع امها او امها تشوفها. فبصير الدب هذا هو اللعبة تبعت بنته، وبتصير انها اللي هي فعلا امها للبنت، وبعيش مع زوجته الجديدة، وانتهى الموضوع. طبعا قصة غريبة يعني. القصة الثالثة اللي هي هون لما بحطوها بالدب، طبعا هون لما بشيلها هذه لما حطوها في الدب. القصة الثالثة اللي هي هاي، اللي هي عبارة عن إعادة الروح لناس وانت بتعذبهم. هذا بكون مجرم قاتل، دباح سفاح، قتل ناس كتير. بدي أحرق لكم الفيلم. هاي بتكون بنته جاي تنتقم لأبوها، أوكي؟ هذا بيكون هو ميت، صار عنده، قتلوه عن طريق كرسي التعذيب، قتلوه ومات، لكن هو استطاع انه يسترجع زي 3D منه، فيرتشوال طبعا،
واي واحد بيقدر يدخل بيقدر يعذب هذا المجرم. طبعا كمجرم انت بتشعر انه اوكي ايش يعني، ما هو قتل ناس فخليني اخليه يتعذب بالجهاز الالكتروني. طبعا خلال هاي الاثناء بتكون البنت هاي مشرب الرجل هذا مية، تكون مي مسمومة عشان تقتله عشان تنتقم لابوها. في النهاية انت بعد ما تعذب هذا الشخص بعطيك زي ميدالية، هاي الميدالية بتكون فيها صورة هذا العبد وهو بتعذب. هون زي ما انتم شايفين كل واحد بدخل بعذبه، حتى ناس صاروا يدفعوا مبالغ عشان يعذبوا الشخصية هاي لأنها فيرتشوالي مبسوطين يعني انه انا اوكي عملت حاجة غريبة. طبعا في نهاية القصة هي بتدخل الرجل هذا روحه داخل المكان هذا عشان يتعذب بدل ابوها، وبتدمر موضوع ابوها وبتنتقم لابوها. بس القصة ما فيها انه زي ما انتم شايفين دخلت الجهاز هذا، فهي حطته محل ابوها وصار هو اللي يتعذب. زي ما انت شايف هو اللي صار يتعذب، و يعني انقلب السحر على الساحر. زي ما انت شايف هون ابوها بتغير الان بتدمره بتخلصه من العذاب هذا. هل هو عذاب مش عذاب؟ هو اصلا هذا كله فيرتشوال ما بتعرف. لكن القصه غريبه كيف النيروساينس او علم الاعصاب، علم التكنولوجيا كيف ممكن يدخل بعلم الاعصاب وفعلا يغير شغلات زي هيك. هل تتوقع هذا ممكن يصير في المستقبل القريب ام بدنا 50 60 سنه ام بدنا 100 سنه؟ اكتبوا في التعليقات. زي ما حضرتوا الحلقات الماضيه والحلقات القادمه احضروها، اعملوا سبسكرايب وشير لهذا الفيديو، وان شاء الله نراكم في حلقات قادمه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.